جدھر دیکھوں محمد کے دیوانے گیت گاتے ہیں جدھر دیکھوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله ما شاء الله. خالدين فيها نزلا من عند الله نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خ
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وما أنزل إليكم وما خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا وأما فيقول ربي أهانن كلا ما شاء الله
أحسن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً. كلا إذا دكت الأرض دكاً وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ما شاء الله أحسنت وزين ما شاء الله. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.